السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة انثني جيمنج، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيجيا ذا لونج نايت يا جماعة الخير. بعدنا ما خلصنا اللعبة يا جماعة الخير، بعدنا ما خلصنا، ولكن ما باقي شيء من هذه اللعبة يا جماعة، فقريبا راح نختم هذه اللعبة، فخلونا ما نطبق كلام ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة الخير، في فيديو سابق بعد ما قاتلنا الزعيم اللي كان متواجد داخل الشجرة الملعونة، انزين بعد ما قاتلناه وقتلناه هذا الزعيم، الحين باقي لنا مهمة واحدة يا جماعة اللي هو ندور على الدكتور. وهذا الدكتور ايش سالفته يا اخوان؟ سالفته انه هو اللي نشر هذا المرض في هذه المدينة، فالحين مهمتنا نروح ندور على هذا الدكتور عساس انطهر هذه المدينة من هذا المرض. اوكي، فباقي لنا هذا المهمة وباقي لنا منطقة واحدة يا جماعة. انزين بعد هذه المنطقة اتوقع نكون خلاص ختمناها هذه اللعبة، واخيرا يعني بعد تقريبا شهرين من الجيم بلاي. اوكي، اتوقع الطريق بيكون من هنا يا جماعة. ايوه الطريق من هنا ولا ما من هنا؟ ايوه لا من هنا، تدخل من هذا الممر، وبعدها ايوه بعدها يجيك هذا اللفت. انزين، وهذا اللفت راح يوديك الى الاسفل يا جماعة. هذا الدكتور هو ترى مستخبي هنا، يعني مستخبي في هذا المكان، فلازم الحين وش نروح ندور عليه عساس نتخلص منه يا اخوان، لانه معذب الاهالي في هذه المدينه يا اخوان، ما قادرين يعيشوا بسبب هذا المرض. انزين، انا انت ليش قاس دافع عن الدكتور؟ ليش قاس دافع؟ انا بموت. لا 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 لا، المكان ما يا اخوان، لا 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 لا، انا قاعد اتمرضخ كيف كذاك؟ لحظات، خليني اطلع سلاحي السري. ايوه خليني انشح بالاسهم. يا ساتر، هل انا ضعيف ولا هم اللي اقوياء؟ ما فهمت انا. معليش يا جماعه معليش، خليني اهيل قبل ما اموت. انا ما وصلت مكان وقاسة مردغ يا جماعة. زين، حصلنا سيف على اساس ما نعيد من بداية. اوكي، سيفنا، خلينا نكسر هذا الباب. اوكي، حصلنا جولد، ممتاز، حصلنا جولد وانا ما محتاج جولد. زين، هذا موجود هنا، ممتاز. انا هذا بشوف، قالي 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 قالي، هذا عنده حركة 300 يا جماعة، يجيك متفلت يعني. لا 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 لا، هدي هدي. اوكي، سلام دانك، انا بيت يا اخوان، هذا بيقتلني، طاح، ممتاز، عساك ما ترقعي. اوكي زين، حصلنا هيلينج بوشن لاني محتاج انها هيلينج بوشن. هذا المكان يا جماعه شكله صح انه اخر منطقه، لان ايوه ايوه هذا كيف كذا كيف يا اخي؟ هذا ضربه واحده منه ياخذ نص هيلث، ما يصير كذا يا جماعه، ما يصير. وانا يعني فهمت، يعني انا ملغم، يعني مضبط الشخصيه يعني، فكيف هو يضربني بكل سهوله وكانه زعيم يعني؟ شوف الثاني قاس، والله انا رايح ملح يا جماعه. هذا اللي عنده هذا السلاح الغريب اللي ماسكنا ما اعرف ايش هذا، كنا عصا. انزين، هذا مش هين يا اخوان، انصحكم لا تتضاربوا مع ذاك ال اوكي. شيء موس هنا، شيء موس حلاقه. انزين، ممتاز، المكان لا لا المكان ما عاجبني البر، انا المكان ما عاجبني البر. وش هذا؟ بلود شارد، اوكي. انزين، خلونا ننزل تحت يا جماعه، خلينا نفتح الماب اشوف كيف. اوكي، الطريق من هنا يا جماعه، تروح هنا. اهلا، في لحظه قبل ما اطيح. ايوه زين، حصلنا هيلينج بوشن. لا شوف من تحت، شوفوا من تحت يا جماعه، اقول لك قالك شوف، اسمه اسهم امطار من الاسهم، قصدي يعني اي امطار من السماء، يضربني ضربه واحده من هذا السلاح، انا رايح ملح. شوف كيف ما يموت يا جماعه، يعني بار تقريبا يمكن 10 اسهم على اساس يموت. فيس يعني هذا العدو يعني اوفر باورد. اوكي
اها شيء مسمى سبرينغ رول. لحظة انا بغير السلاح وراح احمل ايوه كذا. كامون والله العظيم قحمت شباب انتو شاهدين انا قحمت. وش هذا؟ انا شفت شيء غريب هناك ترى. انا شفت شيء كبير يعني شيء واحد كذا عملاق. هذا لا 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 هذا 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 يغوص يا اخوان يغوص في الاذى في هذا الامعاء. وليش هذا اللي تحت هنا؟ انا باخذ هذا. شوف هذا شوف هذا الخسف يا الخسف ايش باغي تسوي؟ حصلت جلافز يا جماعه. هذا اتوقع هذا الجلافز اللي حصلته احسن عن اللي قاعد استغرمه. لحظه اشوف اتشيك عليه. اوكي خليني اضغط مثلث ديفنس 5 واللي استغرمه 3.3 اوكي و25 بويزن. البويزن اللي في الجلافز القديم احسن. استمنا كوست يعني في استمنا كوست لا ما اريد. انا استمنا اللياقه بالنسبه لي اهم شيء يا جماعه في هذه اللعبه. ف وا بوش ضربه واحده منا بس يا جماعه ضربه واحده منا. لا 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 خلينا هي فل. هذا لو لمسني مثلا بموت. لا لا المنطقة هذا منطقة كذب يا اخوان. هذا عنده حركة حركة الدوامة. لحظة لا تجيو قاس اقرا ايوه بس انا نفسي اقرا. انت لا تجيو انا قاس اقرا. يلا تعالوا الحين. كذا السالفة عندك باتسولي مساق. اوكي هنا الطريق يا جماعه بنروح هنا بننزل تحت. انا متاكد بيكون في شيء هنا. خلينا اغير الاسلحه. انا متاكد انه بيطلع لي شيء الحين. انتوا تسمعوا الساوند تراك صار مروك. اوكي خليك هناك خليك هناك يا مسمك يا الورم. صح النوارم. هذا اللي فوق سهل. هذا اللي فوق سهل قتله. عنده موليتوف. عندك موليتوف يا زبالة. شوف كيف يموت بسهولة. لكن هذاك اللي ماسك عصا اتوقع يحتاج لنا مفتاح. ياو بالضبط يحتاج لنا مفتاح. وهذا المفتاح ما اعرف فين بجيبه ولكن حنبشي. انزين. لا 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 لا, لا يا زريبة. خليني في حالي. The night is harmful. اوكي. اللي يقول لك الليل وين اسمه ذاك مؤذي. اوكي. الليل مؤذي. في شيء هنا. Throwing knife ممتاز جدا. بحتاجه. يا جماعة إذا شفتوا كيف؟ أيوه كذا. يا حبيبي يا كورة كيف كذا؟ ايش هذا المسخرة؟ ايش هذا المكان يا جماعة؟ طيب بسرعة قبل ما يجينا ذاك قبل ما يجيني الكورة يفضل انه نشرد. يا جماعة انا في هذا المنطقة انا بشرد واجد يعني. ايوه انا بشرد واجد بس حبيت اقولكم اني بشرد واجد. انزين لا لا يا زريبة لا يا زريبة. هذا كويش قاعد يشرب؟ طيب يا اخوان رجعنا نفس المكان. انزين رجعنا نفس المكان وهذا قاعد يلحقني. هذا الزباله قاعد يلحقني يا جماعه. ما باغي يخليني. ما باغي يخليني هذا ما مكان هذا مكان ويش هذا؟ يا زباله خليني ايوه خليني. اوكي انا ميت. انا ميت يا جماعه انا ميت. يا ساتر لا 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 هذا المنطقة يا اخوان زبالة. هذا المنطقة انزين كيف طحت انا؟ والله العظيم انا ما فهمت. انا ما فهمت كيف طحت. وهذا قاسي يلحقني ما يخليني. تمزح معاي انت. انا بموت يا اخوان. أنا مموت خلاص ما عندي هيلث وما قادر حتى أمر من هذا المكان.
لا تسألوني كيف ما أقدر أمر. أوكي أخيرا. الله العظيم بعد يعرفوا أعطوني هيلينج بوش بالعمد لأنه يعرفوا إني هناك هذاك المكان يعني بتأثر. إنزين هذا زبالة والله. لحظات ما شغير هذه كاكي بالة ما تعطوا فرصة كذا يبالة يا جماعة ما تعطوا فرصة. تريانجلر أوكي خلونا نروح فوق قبل. في شيء هنا فوق على بالي شيء مفيد ما يبالي غير كذا. انت ايش يبالك كذا؟ وهذا اسمه حارقني بالموليتوف. اوكي وش هذا بعد؟ مديسن حلو. ايش هذا؟ بقل لي 3 هيلينج بوشن يا جماعة. اوكي هنا وين؟ انا نزلت بس لو عقيت العين قبل ما انزل. ميدل اندرجراوند هول. اوكي وصلنا الحين ميدل الحمد لله ان حصلنا سيف يا جماعة. لان لو متنا هناك نعيد من اول من فوق. فالحين وصلنا في الاسماء في الميدل يعني في النص. اوكي خليني افتح الخريطة قبل. خلينا نروح صوب اليسار. انزين صوب اليسار شيء هذا لا يا حبيبي والله هذا الشوك خايس يا جماعة خايس. لحظة انا قبل ما اروح هناك احس ان مفروض نروح الصوب اليمين قبل. خلينا غير سلاح اتوقع هنا قبل. ايوه شفتوا كيف؟ انا على بال بيعطي يا اخي لو اعطيتوني اسمه هيلينج بوشن يا جماعة كيف كذاك ما تعطوني هيلينج بوشن؟ انا باقي لي 3 بس. انا بموت اللي عارفه اني بموت ولكن بحاول يا اخوان بحاول اركز. اوكي شفتوا ذاك الفاس كيف ياخذ من الهيلث مالك؟ والله العظيم هذا المكان يعني كما يقول الانجليز تو ماتش. اها شيء الحين شيء مسمم شيء صاعقه يا جماعه. حلو وهذا هو اللي يجيب الصاعقه بالضبط. هو اللي يجيب الصاعقه. موت يا حبيبي موت. هذا شكله ساحر بالضبط قاس عند هذا القماقم مو تتوقع منه. انزين وش اللي قاس يضرب؟ في شيء هنا؟ هذا ليش جالس هنا؟ هذا ليش؟ انت ليش جالس فوق؟ هذا كان بايفاجني ولكن كشفته قبل ما يفاجئني. هذا كيف انا بحركه؟ كيف هذا بحركه؟ يا جماعة شفتي هو ايش سوى فيني؟ عارف كيف يغلقني؟ وبعدين قصت شوط. انا بقل هيلينج بوشن واحد يا جماعة، انا بروح ملح. وش بسوي الحين؟ وش؟ لحظة، خليني اقرب استخدم هذا القوة. يمكن راح يحرك هذا الحجر. مستحيل ما ابي حركة. ما عرفت كيف تحركه. ولكن ما مشكلة بنتحرك بنتقدم يعني الطريق بيكون من هنا. انزين يا الزريبة لا 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 في احجار هنا يا جماعة في احجار. اطلع 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 منها بسرعة انا مضغوط. في شيء هنا في شيء في شيء ايوه في شيء هنا تراينجل. انا ما باخذ الشمر باغي اسمه هيكساجون. في شيء هنا يا جماعه ما شليته. هذا عنده شيء. انا ميت ممتاز جدا. شوف ايش حصلت. ليه جاذفتني؟ ليش ضربني وانا كنت نازل يا حبيبي؟ انا وين اروح الحين؟ ما فهمت كيف ذا كيف هذا الحاجة كيف طلع؟ أنا ما أقدر أفوق. أكيد في طريقة. هنا هنا هنا. أيوه هنا. شفت من اللي قاعد ينتظرني تحت؟ أنا ميت.
لا 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 حصلت هيكسجون يا اخوان، حصلت هيسجن، حصلت هيستجن انزين، ولكن ما بقى لي شيء من ال من الهيلث. انا بموت. لا 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 اتوقع هنا يرجعك. ايوه رجعك هذا المكان، انا شفتك الساعة. لا مستحيل مستحيل اعيش، مستحيل اعيش يا جماعة. انزين هذا تروح كذا؟ كيف تروح؟ انا ما فهمت. والله العظيم كنت عارف. خلونا نركز يا جماعة، خلونا نركز يا اخي. مش قلت انا ما فهمت كيف يتحرك هذا؟ انا ما عرفت كيف يتحرك. انا احس لو رحت الحين قلت لكم بنصاب، عرفت انا ما عرفت انه بنصاب من كذا. اقول لكم ما اعرف كيف يتحرك هذا. انزين شيء واحد ثاني، انا بموت. لا 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 انا كنت بموت يا جماعه. لا لا بشرد بشرد بشرد. يا الله ايش هذا المكان، ايش هذا المكان. انا بشرد يا اخوان، ما اقدر ما اقدر اواجههم كلهم. انا ليش قصه شوط هذاك الساحر قاسي يلحقني ولا ايش؟ اتوقع الساحر يا جماعه. اوكي حصلنا هيلينج بوشن 4 ممتاز. ايوه ذاك يلحقني، هذاك اللي اسمه هذاك الساحر. اوكي هنا وش؟ اطلع اطلع، ما فاضل لك انا. حلو يا اخوان انا قاس انزل بس. هذا وين وين بيطلعني؟ اوكي هل انزل هنا ولا وين يعني؟ اوكي من هنا من هنا من هنا يا جماعه، لكن هنا في ذاك. بنزل من هنا، بنزل هنا. انزين وبعدين؟ لا 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 شكله هنا، ما هنا يا جماعه ما هنا. لا 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 شكله هنا. انا دار راسي، انا دار راسي. حلو شفت وش تحت؟ اتوقع شفته. اوكي والله العظيم مسخره. لا وهذا ما يخليني، ما طاع يخليني هذا الساحر. من ساعه يلحقني ترى، من ساعه قاس يلحقني وانا قاس احاول انزل هنا. لحظات اوكي هو انا ما اعرف كيف نزلت كذا، كنت محظوظ يا اخوان. اوكي خليني اركز. اوكي حلو في واحد ثاني. خلونا نشوف هذا المكان يا جماعه قبل ما نكمل، قبل ما ننزل تحت يعني. انزين يا ساتر على ذا المنطقه، انا بمر بروح ملح يا اخي. ضربه من هذا الاسمه، من هذا الفأس ياخذ من ياخذ واجد من طاقتك يا جماعه. شفت يا ساتر، انا ما اقدر اقاتل هذيله والله. هذيل الاعداء يعني ما اقدر اقاتلهم، احس نفسي ضعيف قدامهم، فلازم ايش اشرد. احس الشخصيه اللي قاسه يعني الشخصيه اللي قاسه العبها ما اعرف، احس كاني انا اللي يعني مستواي تحت والله ما فهمت. خليني اسيب، خليني اسيب يا جماعه، وراح انهي هذا الفيديو في هذا المكان يا جماعه الخير. وان شاء الله في الفيديو القادم وهو بيكون اخر فيديو في هذا اللعبه يا اخوان، راح يكون اخر فيديو في هذا اللعبه، فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير. كان معكم عادل من قناه انفينيت جيمنج، منتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.